البدايات مع المخزن ماشي هي النهايات ديالو، النهايات ديالو دايما تبع البلا واللعنة. وفترة القوة في السياسة والسلطة مع المخزن ولات كتبعها كبوة تؤدي حتما إلى القبر، وش مرات ما تلقاش حتى شي واحد اللي يدفنك. البعض من رجالات المخزن اللي تعرفوا بزاف بالقرب من الملك وكيعرفوه من المغاربة بزاف ومشهورين، ما كيعرفوش المغاربة النهاية ديالهم المأساوية وكيفاش كانت المراسيم ديال الجنائز ديالهم، وكاين اللي تدفن بوحدو. هذه حالة المستشار الملكي عبد الفتاح فرج، كيفاش كانت قصته ونهايته. حسن فرج ولد عبد الفتاح فرج بالتبني اللي دخل في عداوة مع اختو خديجة والوالدة ديالته الألمانية غيتا بسبب الثروة الملعونة اللي خلاها باه، كيحكي بمرارة وكيقول ان باه عبد الفتاح فرج مات في ألمانيا سنة 2005 وحيدا تحت وطأة المعاناة مع المرض الخبيث والانهاك من جلسات العلاج الكيميائي، والتدفن في مقبرة عادية في مدينة أولم الصغيرة بألمانيا ما فيهاش مكان للمسلمين، والتدفن بدون طقوس رسمية رغم ان السفير المغربي كان حاضر في الجنازة. اشنو المعنى انه تدفن رجل حمل حقيبة الملك الراحل منذ 1964 وكان معاه في الشادة والفادة وتكلف بالحسابات والشؤون اهم مكتب في البلاد؟ يتعلق الامر بمكتب الحسن الثاني وربط علاقات متينة مع كبار رجالات الدولة، وسكن الى جوارهم، وسكن كذلك الى جوار الملك بفيلا بافران. مات وحيدا ودفن بدون مراسيم في مقبرة للنصارى، ما طبيعة الحال مشى بوحده. في الجنازة ديال الحاج المقري غابت عليها السلطة تماما، اللي تقبل اللي يعني عاش في واحد النعيم طيلة الحياة ديالو، كان عليه أن يعيش إلى أن يسمع بالأذن ديالو الحكم الصادر في حقه والذي يقضي بسحب أملاكه وإسقاط الجنسية المغربية عليه. توفي بعد الحكم بالغداد بستة أيام بعد هذا الحكم، وأقيمت له جنازة صغيرة ومحتشمة اقتصرت على عائلته القريبة فقط، فيما لم يقوى بعض أصدقائه المقربين من الحضور خوفا من شبهات اللي كتحوم حولهم أنهم يودعوه في الوداع الأخير دياله. مرورا من عاصروا المقري غادي نلقاو الباشا القلاوي، واللي رغم انه استفاد من عفو ملكي من طرف محمد الخامس من اللي استقبله في القصر الملكي بعد العوده من المنفى، وريح القلاوي تحت اقدام محمد الخامس طلبا للصفح، والصوره المشهوره الواسعه الانتشار ان الباشا القلاوي يعني يجلو على ركبتيه بعد ما عاش ايام ديال البذخ اللي عاشها والسلطه اللي كان كيتمتع بها. لا احد اهتم بالمقابل في المحطة الاخيرة ديال الحياة ديالو والجنازة ديالته اللي ينظمها بالقصر ديالو مراكش. واحد اخر الفاطمي بن سليمان ايضا كان واحد ممن احتكوا بالمقري والباشا القلاوي، وعنده علاقات كبيرة مع دار المخزن، وكان مرشح بقوة باش يخلف بن عرفة بطريقة غير مباشرة، إذ كانت الخطة أن يترأس حكومة مجلس العرش الذي كان سيؤسس لخلافة بن عرفة. الفاطمي بن سليمان غادي يموت في ظروف شبيهة بالنهاية اللي كانت من نصيب الحاج المقري، وغادي يعاني من تبعات الفترة اللي تأزمت فيها الأوضاع العرش في المغرب ومن الموقف ديالو من المخزن، ليكون بمواقفه قد اصطفى في الجانب المعسكر المعادي لعودة محمد الخامس، وهكا بقى حابس الدار ديالو بعيدا عن الانظار الى ان مات واقيمت له جنازه صغيره ومتواضعه جدا لم يحضرها احد من رجال السلطه او رموز العهد الجديد في هذيك الساعه. من طبيعه الحال الجنازه ديال الباشا القلاوي عرفت حضور مكتف للاجانب ورجال القبائل، خصوصا اصدقاء الاجانب والذين بايعوه في حياته، وكانت عندهم علاقات ماديه معاه ونظر للسيادة اللي كانت عنده، وكذلك لعلاقته القوية بمجموعة من القبائل اللي كان كيمثلها في نواحي مراكش وسوس وهاد البلايص هادو، وهم اللي حضروا في حفل التوديع ديالو. ولم يكن خافيا في تلك الجنازة أن صاحبها ما بقاش عنده الحضور السياسية اللي كان كيتبتعها ملي كان باش على مدينة مراكش. مر على الموت ديال الباشا القلاوي فترة عاش المغرب خلالها مجموعة من الجنائز أخرى في الكواليس وفي الظل، ولم يخرج خبرها إلى الوجود.
شحدين دفنوا كاع ما فروسناش، ولم يهتم احد بحضورها سواء خلال السنوات الخمسينات او الستينات او السبعينات، وما كنعرفوا مشتفين مدفونين. مرت السنوات وكان من الضروري ان تعيد الحياة تذكير اصحابها ان السلطة الجديدة وبان النهاية ديالهم ما غاديش تكون متوازنة بالضرورة مع مجد السلطة اللي عاشوه وكانوا شادينها في ايديهم. الجنرال أوفقير والدليمي والمستشار الملكي احمد رضا قديرة ودريس البصري، هذه عينة فقط من رجال السلطة اللي طبقت عليهم قصوة التناقض بين ماضي السلطة والزهو بها وبين الحاضر ديالها، مني كتلقى الموت وحيدا ومعزول بلا مذاق ديال السلطة، وكتقول مع راسك السلطة بنت الحرام ما عندها أمان وما فيها ثقة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.